شويه جا لعندي قال لي بابا بابا العافيه شاعله في البيت. قلت له فين؟ نوض كنجري مشيت لقيت العافيه شاعله. ما عرفت راسي باش تبليت، غير شديت خرجت ولادي الصغار بقيت كنغوت زعما هكا باش نطفي الماء قليل ديال الروبينيات، مشيت باش ندخل للماريو نخرج الحوايج اللي مهمين، ما قديتش العافيه ضربتني راسي وخرجت فحال هكا. جمعت واحد البركه باش نبني واحد الطريف ديال الارض هيدا، ها هي مشات. ماقدرش نقول لك شي 10 و350 ولا 10 هكا. قلت له مره مره كان كيمشيو كيجيو كتحرق لي البوله، قال لي انا كان عندك الديفو في البريز، انا ما عارفش. امشات كامله ما بقات لا فلوس لا كواغط لا وثائق ديالي ولا دولادي ولا الامتعه ديال المراه ولا اني يعني بحال لي الله اليوم خلقت الحمد لله. دابا الاولاد غدا يدخلوا المدرسه ستيتو ديك التويميه ما بقات لي لا ورقه لا جوج، لا من الحاله المدنيه ولا من الجوجيه ولا من اي حاجه، ما بقات لي عندي حتى ورقه. عمو ديالي في سبيل هادشي اللي وقع قوم الله يكون الله معك. هاد الواقعه هادي فوقاش وقعت؟ اليوم مع ديك العشرة قلت ولد، مع العشرة قلت ولد وقعت هادشي هذا. انا كنت ناعس هنا في البيت التحتاني، عندي جوج تويمين ستيتوين، واحد ناعس مع جنبي وواحد جالس هنا مع في الواسطه كيتفرج التلفازه. شي شويه جا لعندي قال لي بابا بابا العافيه شاعله في البيت. قلت له فين؟ نوض كنجري مشيت لقيت العافيه شاعله، مشيت نقلب على الماء باش نكوب الماء، خرجت ماما ولادي هما الاولى ورجعت باش نمشي زعما نخرج الوراق وشي فليسات عندي محطوطين في الماريو. صافي غلبت عليا العافيه وخرجت على برا بقيت كنغوت وصافي. شي شعلت العافيه كانت في هذا البيس هذا؟ انا في البيت هذا الصح. هذا واش عندك بيس النعاس ولا لا؟ كينعسوا عندي فيه جوج ولادي، عندي جوج ولادي كبار كينعسوا فيه. يعني كانوا ناعسين ديك الساعه ولا لا؟ لا كانوا مشاو للعمل ديالهم. ملي مشيتي دخلتي البيت فين جبرتي شعل العافيه؟ في القنت هذا في القنت. يعني فين كانت شعله؟ واش في التلفزيون ولا في الصار؟ لا في واحد الكاتري. وديك والعافيه منين تكون تنقلت؟ من البريز ديال الضو. يعني كان عندك تسمى بريز؟ لا ماشي البريز، يعني غير الضو. علاش؟ انا ما عرفش يعني كان الديفو عندي في الضو، حتى جات الشرطه البوليس قالوا لي هذا يعني الديفو من هذيك. علاش؟ ملي سول قال لي واش الضو كان كيخسر لك يعني البوله؟ قلت له مره مره كان كيمشيو كيجيو كتحرق لي البوله، قال لي انا كان عندك الديفو في البريز، انا ما عرفش. فهمت؟ يعني مثلا انت كتقول يعني بومبيه غير بومبيه مربان الضو كيتحرق الضو كيمشي كيجي غير شي مصلحه عاديه. وانما الدراري ولادي كانوا مشاو للخدمه، ملي نوض صافي ما عرفت راسي باش تبليت، غير شديت خرجت ولادي الصغار بقيت كنغوت زعما هكا باش نطفي الماء قليل ديال الروبينيات، مشيت باش ندخل للماريو نخرج الحوايج اللي مهمين، ما قديتش العافيه ضربتني راسي وخرجت فحال هكا بقيت كنغوت على برا. يعني الحمد لله ما وقع، يعني الحمد لله ما وقعكم ولكن الدار مشات كامل. مشات كامله ما بقات لا فلوس لا كواغط لا وثائق ديالي ولا دولادي ولا الامتعه ديال المراه ولا اني يعني بحال لي الله اليوم خلقت الحمد لله. الحوايج راسي ما بقاوليش. هذه ماشي السكنه ديالكم يعني سمعي كاري؟ انا غير كاري. يعني شحال مده وانت كاري هذه الدار هذه؟ هذه كاري تقريبا اما عامين واما عام ونص، المهم عام ونص الفوق. يعني الانسان يلاه مثلا الوليد خدامين؟ لا صافي انا بدي انا ما خدامش، انا ما خدامش، انا مريض من رجلي ما خدامش غير ولادي والمراه هما اللي خدامين. جمعت واحد البركه باش نبني واحد الطريف ديال الارض هيدا، ها هي مشات. دابا تصف الفلوس اللي كانوا عندك يعني ماشي شي حاجه قليله. يعني كان عندي واحد البركه عند ولد خي كيبيع 20 كنعطيها له باش ما كتبقاش عندي في الدار من زلان. هاد الايامات قال لي ولد عمي ولد عمي هاك الفليسات ديالك باش ما يبقوش عندي متعارف الازمه ولا ما نتحشمش معاك. نزلت من هنا قلت اما ندي من البنكه واما نشوف شنو ندير به. ما انت كتشوف اللي قدر الله واحد. سبحان الله العظيم، هذا هو اللي يعطى الله واحد. تقريبا شحال بهاد الخساره اللي مشات لك في هاد الدار؟ ما نقدرش يعني انت عارف هي غير الكاشات كانوا عندي شي 15 كاشه ديال الشركه. هذه الفلوس شحال كانوا عندك يعني منزلين ديك؟ ما نقدرش نقول لك شي 10 و350 ولا 10 هكا. نتمنى ان شاء الله يعني شي مداخلات اللي تدخلوا مثلا راه الضرر كبير. دابا انا بحال نقول بحال اللي قلتي لي يعني انا الله خلقت، انا اليوم خلقت انا ولادي الوثائق ديالهم بيرميات جوجيات الكواغط ديالي المهم كلشي ما بقى لي حتى ورقه لا انا ولا ولادي. دابا الاولاد غدا يدخلوا المدرسه ستيتو ديك التويميه ما بقات لي لا ورقه لا جوج، لا من الحاله المدنيه ولا من الجوجيه ولا من اي حاجه ما بقات لي عندي حتى ورقه. هو جاو البوليس لهنايا دابا جيت ما عندهم مشى داروا معنا اجراءات وجيت في حالتي صافي. يعني صافي ما كاين حتى شي حاجه؟ ما كاين حتى شي حاجه. مقدم جا لهنايا النمره ديال لاكارت ديالك كيفاش وكيفاش عطيتهم مشى بحال صافي ما كاين حتى حاجه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.